أكيد عجبت ناس كتير. دي من أشهر المقولات اللي عبرت عن الحب. عشان كده مش هنقدم الفقرة، إحنا هنكتفي بس إن إحنا نقول إننا هنتكلم عن الحب. خلوني أرحب بدكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية، اللي هيكلمنا طبعا عن هذه الكلمة ذات الأحرف القليلة لكن صاحبة المعاني الكثيرة. أهلا بك يا دكتور رأفت. يا هشام، إزاي؟ إزاي حضرتك يا دكتور؟ كله تمام؟ الحمد لله، الدنيا ماشية. فكرة الحب دي الكل بيدور عليها، بيدور على الكلمة، بيدور على الإحساس، بتدور على المشاعر، بتدور على كل معاني الكلمة. هو ليها تعريف؟ مبدئيا كده عشان حابب ابتدي كده بكوبليه لطيف لأنغام. يعني يمكن أنغام غنت حاجات كتيرة جدا بتوصل معاني جميلة عن الحب. فبتقول له: خد قلبي وهات قلبك هاته، يا أبو قلب حياتي في دقاته، الحب ده عقد من الياسمين، قلوب العشاق حباته. الله، عايزين بس نفسرها كده شوية. الحب عطاء، فعشان كده هي قالت خد قلبي قبل ما تقول له هات قلبك. لأنه طبعا دي أحد الحاجات المهمة جدا، أنه العطاء هي السمة الأساسية للحب. وبعدين قالت له يا أبو قلب حياتي في دقاته، يعني عايزة تقول له أن أنا وجودي على هذا في هذا الكون مرتبط بقلبك، بحاجة كده مهمة جدا في القلب اسمها البيس ميكر، اللي هو الجهاز اللي احيانا بعض الكبار السن بنركبه عندهم لما بيكون البيس ميكر الطبيعي اللي هو بينظم ضربات القلب. وفي الاخر استعاره مكنيه جميله جدا لما قالت الحب ده عقد من الياسمين، قلوب العشاق حباته. يعني شايف قد ايه الجمال بتاع الاستعاره نفسها، ان الحب ده كانه عقد، قلوب حبات هذا العقد هي قلوب المحبين. فكان يعني هي وصلت المعنى اللي احنا عايزين نقوله بشكل لطيف جدا. احنا بنتكلم عن الحب دلوقتي عشان احنا داخلين على الفالنتاين اللي هو مفروض 4/11. انا عايز بس اقول هم ليه سموه فالنتاين، او جاء منين كلمه فالنتاين، لان طبعا في روايات كتيره جدا، لكن اشهر روايه للفالنتاين كانت بتتكلم على انه واحد موجود في عصر الثالث الميلادي او العقد الثالث الميلادي كان اسمه فالنتاين. هو كان قسيس موجود في مكان معين في اوروبا، او اعتقد او في اعتقد في اوروبا. والراجل ده كان جاي له أوامر من الإمبراطور بتاع الدولة دي إنه يمنع إنه يزوج أي حد، لأن كان في حرب، والإمبراطور ده كان عايز الناس تبقى يعني سنجل، ما تبقاش متجوزة، عشان تقدر تتفرغ للحرب. هو كان شايف إن ده حرام، وإنه الحب ده عبارة عن إحساس جميل، فكان لازم يتوج بالزواج، فكان بيجوز الناس في السر. فده جاء منه بقى أسطورة الفالنتاين، أو الحب اللي هو مرتبط بيه المشاعر بشكل أو بآخر. في فالنتاين مصري وفي عالمي. احنا الفالنتاين بيبقى 14 فبراير والعالمي بيبقى 4/11. ايه الفرق يا دكتور رفض؟ هي مجرد الاتنين. بس يعني مناسبة لتذكير الناس بالحب، لكن هو الفكرة ان يبقى في عيد للحب، هو ده احد المشاعر الاساسية السامية، لازم بشكل او باخر تبقى موجودة. لكن انا بس عايز يعني اغير فكرة بعض الناس، والحب مش مقصود بيه رومانتك لوف. يعني احنا النهارده هنتكلم على انواع الحب، ده احد انواع هذا الحب، لكن الحب ليه وجه اخر دايما بنحب نقوله، اللي هو المحبة. يعني ام كلثوم قالت كده جملة لطيفة جدا، قالت الحب نعمة مش خطية، الله محبة، الخير محبة، النور محبة. شوف المثلث اللي هي اتكلمت عليه، الله الخير النور. فمفروض ربنا بينور طريق الناس عشان يعملوا الخير، هو ده الحب. لكن للأسف احنا بنختصر الحب الجزء صغير جدا اللي هو رومانتك لوف، اللي هو للأسف بشكل او باخر بنبص له على فكرة انه انا عايز ابقى انا اللي مبسوط مش حضرتك المبسوط. وده طبعا احد السمات الغير صحيحة للحب. الحب عمره ما كان أخذ، هو الحب في الآخر بشكل أو بآخر عطاء. طيب الأنواع كتير؟ سبعة أو ثمانية. تمام. أنا عايز مشهورين لينا كلهم؟ لا، مش كله مشهور يعني. بس إحنا لما هنقولهم الناس كلهم هيبقوا عارفين، يعني هيبقوا عارفين، بس عايزين نربط ما بين الصور اللي موجودة عندنا وبين actually الأنواع. إحنا هنبدأ نعرض بقى الصور اللي هي دايما بتوضح. نبتدي بالنوع الأولاني اللي هو بنسميه الإيروس. الايروس ده معناه ده الرومانتك لاف، اللي هو طبعا الصوره اللي احنا شايفينها. انا بحاول بقدر الامكان ان الصوره تبقى معبره الى حد ما. طبعا ده الاسطوره الاغريقيه المشهوره جدا، لو احنا كنا سمعنا عنها، اللي هي بلد كان اسمها ترواده، هي بلد موجوده في تركيا. وطبعا دي كانت اشهر مثال للرومانتك لاف. كان في واحده اسمها هيلين، ودي كانت زوجه لاحد الملوك، واحبها ابن ملك اخر كان اسمه باريس، وحب ان هو يتجوزها. وقامت حرب مشهوره جدا اللي هي حرب ترواده، اللي هي لو تفتكر فيها القصه بتاعت حصان ترواده، ان هم الاغريق حطوا جنود جوه الحصان ده، واليونانيين
اخذوا هذا الحصان، او سوري اهل طرواده اخذوا الحصان ده، بعدين اكتشفوا انه في جنود موجودين. كل ده كان بسبب عشق باريس لهيلين اللي هي كانت ساعتها يعني حب اجمل حب قوم حرب. دي حقيقه. ده النوع الاول. ده النوع الاول اللي هو الايروس. طبعا هو بيعتمد للاسف اعتماد كلي على الشهوه او الغريزه. ومشكله هذا الحب ان هو ما بيكملش كتير. ليه؟ لان انا لو بحب واحده عشان حبيت شكلها او اي حاجه ليها علاقه بيها، لما تكبر في السن ويبان التجاعيد على وشها هسيبها. فده حب مرتبط بغريزه. فده للاسف هو أسوأ انواع الحب، هو مرتبط فقط بس بالمتعه او بالغريزه. طيب ده النوع الاول. النوع الثاني بقى. النوع الثاني انا مش عارف الترتيب ايه، بس عشان بمشين بالترتيب الموجود في السلايدز. النوع الثاني اسمه الفيليا. ده حب العقل. انا لما بختار حد معين بختاره بناء على كرايتيريا معينه. ودايما بننصح الناس لما تيجي ترتبط ما تخليش المشاعر تتحرك في الاول، لان المشاعر عامله زي الحصان الجامح، لو اتحركت هتخلي عقلك مش موجود ما يشتغلش. لا، انا عايز في الاول اختار بعقلي واشوف الشخص اللي قدامي ده فعلا حد عنده قيم، عنده طريقه تفكير متناسبه مع طريقه تفكيري، اسلوب. فده اسمه الفيليا او الحب المتعقل. ممتاز. النوع الثالث اسمه الفلوتيا. الفلوتيا هو سيلف لاف، بس الناس للاسف حب بتفهمه الزيت. غلط. لا، هو مش مقصود بيه حب الذات. امال لو تفتكر اشرف عبد القادي عبد الباقي في فيلم حب البنات قال لك انت عشان تقدر تحب الناس لازم تحب نفسك. لانه عكس الفلوتيا بيبقى جلد الذات. انا بشكل او باخر دايما بنتقد نفسي وشايف. يعني هناخد مثلا مثال الام احيانا. ده بيعتمد على السلام الداخلي في المقام. طبعا سيلف ساتسفاكشن. لما نيجي نشوف مثلا الام، في بعض الاوقات الام ما بيكونش عندها نوع من السيلف لاف، فبتعمل ايه؟ بتيجي دايما على نفسها عشان خاطر ولادها. اللي بيحصل في الاخر ان هي تلاقي نفسها اللا شعور بيبتدي يمنعها من اللي هي بتعمله، برغم ان هي بتعمل حاجه في قمه السمو، لكن هي جت على نفسها عشان خاطر ولادها. انا عايز اقول حاجه بس يمكن حاجه طبيه شويه. في حاجه كده بنسميها الهايبوكوندرايسيس او التوهم المرضي. احيانا من كتر ما الام بتبذل نفسها عشان ولادها وما بتحبش نفسها، اللي الجزء اللي احنا حاطينه هنا اللي هو الفلوتيا، بيحصل ان يجي لها الم تحت صدرها الشمال، فتفتكر ان هي عندها ذبحه. وهو دي بقى مجرد صرخه من اللا شعور عشان يقول لها لازم تقعدي، لازم ترتاحي، لازم تحبي نفسك. فالسيلف لاف مقصود بيها عشان اقدر احب الناس لازم احب نفسي، مش مقصود بيها الانانيه. احب نفسي زي ما بهتم بالناس اهتم بنفسي عشان اقدر اكمل بشكل او باخر مع الاخر. الشخص ده لو اصبح غير موجود هيكون خساره للاشخاص اللي هو بيحبهم هذا الحب الجم. طبعا، لانه لو الام لازم تحافظي على بقائك، هيهتم بولادها، لازم تحافظي على بقائك عشانهم يعني اكيد. فده اسمه الفلوتيا اللي هو السيلف لاف، مقصود بيه الشكل الطبيعي وليس الشكل المرضي. اوكي تمام. لما نيجي للنوع الرابع، اعتقد اللي جاي هو النوع الرابع، مش فاكر هو اللودس ولا ايه. ده النوع الرابع هو ده الستورز. الستورج هو ده حب الام لاولادها او الحب الاسري. دي الفطره. ده طبعا ده بالغريزه، وطبعا هو احد اسمى انواع الحب. ولو نفتكر هتلر لما قال مقوله لطيفه جدا بتبين اهميه فعلا الحب الام ما حدش بيحب ابنه او ما حدش بيحب حد اكتر ما بتحب الام لابنها. لما قال المقوله الشهيره بتاعته، قال يعيش الرجل طفلا حتى تموت امه، فإذا ماتت شاخ فجأة. صحيح. فطبعا أحد السمات الأساسية لحب الأمومة هو العطاء دون انتظار أي مقابل. أوكي. فده النوع الرابع اللي هو الستورج. طيب ندخل على النوع الخامس. خامس اسمه اللودس. وده أحد يعني يمكن الصورة معبرة جدا. هو بيحب واحدة وفي نفس الوقت واحدة تانية موجودة جنبه. ده بنحب بنسميه كده حب التسلية. وده للأسف أحد الأشكال المرضية. هو المشكله الاساسيه في اللودس هو ان الشخص ده سواء راجل او ست، احنا دايما بنربطها بالرجاله لكن ممكن تبقى عند البنات، هو بشكل او باخر هو بيتسلى، هو ما عندوش التزام، هو عايز ياخد من الحب الجزء اللطيف الرومانسيه. لكن تيجي تقول له مثلا تبقى تحمل مسؤوليه بيت ولاد، لا ما بيبقى ولازم يكون عنده البديل. لو فقد حد عنده التاني، هو ما يفرقش معاه انه يفقد حد، هو في الاخر يبقى في حد موجود في حياته، لكن هو مشاعره مش مرتبطه بشخص معين. هل ده حب حقيقي يا دكتور افضل؟ لا طبعا، ده للاسف هو حب سطحي جدا. بيعتمد فقط بس على هو شكل من اشكال النوع الاولاني اللي هو برضه الرومانتيك لاف، بس هو هنا للاسف ما فيهوش اي مشاعر خالص. هو